بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ كلامنا بسلامنا ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في جنينة نقابة المحامين، أعرق وأكبر وأقدم مكان في مصر وله قدسية خاصة برغم البهدلة اللي فيه والخلفية الجميلة اللي ورانا، بس مش هنتكلم عليها. هنتكلم على موضوعين بسرعة كده. أول حاجة، كم المطبوعات اللي انتشرت في النقابة فجأة. اطمنت إن محامين مصر معاهم فلوس كتير، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. كان نفسي ان الفلوس دي نستفاد بيها كمحامين، كان نفسي ننظف بيها النقابة، كان نفسي نعمل بيها حاجة لشباب المحامين، لشيوخ المحامين اللي بيعانوا من مشاكل، بس مش مشكلة، اهو نفعنا بيهم صحاب المطابع واصحاب الصور، ومبروك عليهم الصور، وهنناقش الصور صورة صورة، بس مش النهاردة. النهاردة واحنا واقفين في النقابة لقينا راجل محترم مهندس كمبيوتر جاي لنا بكوام فلوس. يلا نشوف الاكوام دي ايه حكايتها وايه حكايه الفلوس دي، ونسمع الحكايه، ومستني نشوف محامين مصر هيعملوا ايه لما يشوفوا فلوس مصر وهي متقطعه قدامهم، فلوسنا وفلوسكم. يلا بينا نشوف الباشمهندس بيقول ايه. واحنا موجودين في النقابه فوجئنا باحد الزملاء الاعزاء داخل علينا بكومه فلوس معدومه. سالناه دي فلوسنا؟ قال لي اه. قلنا له حكايتنا، حكايتنا لو نتعرف عليك واحكي لنا حكايه الفلوس المعدومه، فلوسنا اللي احنا مش لاقيينها. المايك مايك. حضرتك اسمي عمرو السقا، مهندس كمبيوتر من قريه صغيره اسمها بشتيل، تمام؟ فوجئت بكميات كبيره من الفلوس المفرومه زي ما حضرتك شايف كده، وطبعا دي عينه صغيره جدا، في منها جبال جبال. فاللي انا عملته ان انا خدت عينه، حملت عربيه نص نقل، تمام؟ شويله شويله شويله، وخدت شوال منهم طلعت بيه على رئاسه الوزراء، تمام؟ فالناس يعني قالوا لي عليا مجنون، ايه اللي داخل بشوال زباله دوت، طب مش عارف ايه. فلما شافوا الحاجه قدروا القضيه، تمام؟ وعرضوها على مكتب الدكتور عصام شرف، والراجل المتكرم طبعا بعت لي رئيس مباحث اسمه السيده زينب، وعمل لي محضر رقم 40 احوال، تمام؟ ونزلني الدايره اللي انا تبعها اللي هي دايره الوراق، ونزلنا عملنا معاينه مع النيابه، والقضيه خدت رقم 4494، ماشي، وماشيه في طريقها القانوني دلوقتي. بس طبعا يعني في تاخير، وفي طبعا ان هم بعتوا للبنك المركزي وبعتوا للخبراء ان الحاجه ديت ازاي اتفرمت، او الكميات ديت مثلا بتاعت مين، او ازاي يعني رمتوها مثلا في مكان ارياف زي كده مش ليها اماكن شرعيه ان هي تتحط فيها. فمحدش جاوبنا لحد دلوقتي، ومحدش جاب اي نتيجه، وكله بيسكت. واي ناس شافتني مثلا او صورت معايا البرنامج بيقطعوا البرنامج وبيقولوا ان احنا ما نعرفش الراجل دوت. وانا ثابت في المحاضر، الناس اللي اتصلت بيا ومن ضمنهم قنوات طبعا معروفه، ماشي، حاولت تكتم على الموضوع. فانا عايز اعرف الموضوع عايز يعني يتكتم عليه ليه. محدش فكر يقول لك الفلوس دي اتعدمت ليه؟ محدش يقول لك الفلوس دي ايه مصدرها، جايه منين، رايحه فين، محدش فكر يقول لك. لكن انت اتعامل معاك تحقيق نيابه سين وجيم، ومشيت رسمي طبعا زي ما كل الناس قالت لي. وانا يعني دلوقتي حاليا بحاول ادعم القضيه اعلاميا، لان احنا دلوقتي ماشيين في طريقنا للنيابه وكل حاجه، بس انت عارف حضرتك يوم الحكومه بيبقى عامل ازاي والرد بيبقى عامل ازاي. فممكن احنا يعني في خلال الفتره ديت تكون الحاجه دي اتمحت. استاذنك في رقم المحضر تاني ورقم القضيه وبصوت واضح. رقم المحضر انا عملته حضرتك في اسم السيده زينب، خد رقم 40 احوال، تمام؟ ولما نزل اسم الوراق بعد كده نزل النيابه، خد رقم 4494، واللي بيحقق في القضيه وكيل النيابه اسمه جمال الدين محمد يسري، وكيل نيابه الوراق. نيابه الوراق، تمام. محامين مصر الاحرار، محامين مصر الابطال، فلوسكوا اهي. قلعه الحريه، محامين الشعب المصري. حد من المحامين؟ ولن اقبل رد غير من محامين مصر. حد يقول لي الفلوس دي اتعدمت ليه، واتعدمت ازاي، ووصلت للمرحله دي ازاي، وليه التعتيم دوت. نقباء المرشحين للعضويه الاحرار الابطال الاشراف، لو سمحت حد يرد علينا ويقول لنا معاكم رقم المحضر، معاكم رقم القضيه، يا ريت حد يتابع الموضوع ويعرفنا الفلوس بتاعتنا ازاي بتوصل للمرحلة دي؟ لمصلحة مين؟ ده سؤال صغير قوي. اتفضل. انا ممكن اضيف اسمي ومكاني ورقم تليفوني لو حد عايز يستفسر عن اي حاجة، لو حد عايز يروح للناس اللي حققت معايا، تمام؟ اقدر اخده واديه ووريه مكان الحاجة والحرز فين والكلام ده كله. باشمهندس دلوقتي القضية مش قضيتك انت، دي قضيتنا احنا، دي فلوسنا احنا، مش فلوسك انت لوحدك. بس انا اللي معايا المعلومات كلها، وانا اللي اي حد هيسألني هقدر اجاوب، وانا اللي معايا المحضر، وانا اللي مبلغ، وانا شاهد الاثبات الرئيسي في القضية، تمام؟ فأنا رقم تليفوني بكل بساطة 011 99 155 44، اسمي مهندس عمرو السقا، مهندس كمبيوتر.
تشرفنا بيك وسعيد ان انت توجهت للنقابة، وان شاء الله بإذن الله نقابة محامين مصر هتحاول تشوف فلوس مصر وفلوس المصريين وصلت للمرحلة دي ازاي وليه وعشان ايه والمصلحة مين، وده اللي اهم. شاكر فضلك يا موضوع الفلوس، شفنا فلوس مصر ايه اللي بيحصل فيها، شفناها وهي مفرومة. الرسالة دي لكل محامي، مش عاملين محامين ومحامين الشعب المصري، وبحكم كارنيهات كنت محامين الشعب المصري، حد يقول لي الفلوس دي اتعدمت ليه واتقطعت ليه واتدارت بالاسلوب ده ليه وليه لحد دلوقتي محدش بيرد علينا؟ سؤال واضح وصريح. مرشح لمنصب نقيب، مرشح لعضوية المجلس لنقابة المحامين، محامي عادي، اعرف لي فلوسك وفلوسي راحت فين. مش عايز منك ولا كده ولا كده. فلوسنا بتتعدم يا اساتذه، ومش عارفين بتتعدم ليه وبتروح ليه والمصلحة مين.